السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم حبيت نناقش معكم واحد الموضوع مهم عند بعض النساء، ولكن قبل ما ندخلوا في الموضوع بغيت نبارك لكم السنة الجديدة اللي هي سنة 2020، وتنتمنى من الله سبحانه وتعالى يدخلها عليكم بالوفرة في الرزق وفي الصحة وفي البني وفي كل ما تتمنوا. هذا الموضوع راه نسائي 100%، نحاول نوصل المعلومة بواحد الطريقة اللي هي محترمة حيت الدنيا مخلطة. كنا تنعرفوا روسنا واش حاملين ملي تتأخر علينا الدورة، يعني بتأخر الدورة تعرف السيدة راسها واش حاملة. هي باش ندخلوا في الموضوع نعرفوا بعض المعلومات. أول معلومة هو أنه مباشرة بعد تخصيب البويضة بعد الإخصاب تنزل هرمون الحمل في الدم وفي البول أعزكم الله، يعني هذا الهرمون الحمل راه تيتكون من الايام الاولى من بعد الاخصاب، ولكن تيكون المستوى ديالو ضعيف 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 بزاف، يعني ما يمكنش يتفاعل مع شي اختبار نهائيا لانه ضعيف بزاف، وتيبقى تضعف 72 الاولى بالساعات ومن بعد بالايام ومن بعد بالاسابيع حتى تيقوى مزيان. هذا الشيء كله ما عندناش بغرض، المهم عندنا هو كيفاش يتفاعل هذا الهرمون الحمل مع الاختبارات المنزلية من الأيام الأولى، نقولوا من 3 أيام الأولى أو من 48 ساعة، ابتداء من 48 ساعة صعيب باش يتفاعل مع معظم الاختبارات، حتى الاختبار ديال الصيدلية ما يمكنش يتفاعل معه هرمون الحمل لأنه تيكون المستوى ديالو ضعيف غير مركز، مازال ما باينش إلا هذا الاختبار اللي غادي نقول لكم. ولكن كاين واحد السؤال اخر، هو معظم بزاف ديال النساء يقول لك علاش بغينا نعرفوا احنا هاد الحمل من الاول بلاتي حتى توصل وقت الدوره وغادي نعرفوا واش حاملين ولا ما حاملينش. بالنسبه لك انت السيده العاديه يعني ما عندها حتى شي مشكل، ولكن كاين واحد جوج تاع النساء، بزاف النساء ولكن جوج بالضبط. اول نوع هو النوع تاع النساء اللي عندها الحمل ديالها فراجيل، يعني الحمل ديالها ما تيثبتش، يعني اي لأتفه سبب تتفقد هذاك الحمل، يعني من الايام الاولى تتلقاها ما عرفاش راسها واش حامله، يعني تتصرف عادي. الا عرفات راسها واش حامله ما غاديش تصرف بطريقه تلقائيه، غادي تحاول تحافظ على داك الحمل. غادي يقول لك كيفاش غادي تحافظ على داك الحمل؟ تحافظ عليه بالراحه، ما تطلعش في الدروج، ما تنزلش، ما تاكلش عند الناس، ما تعرضش، ما عرفاتش كيف ديك الماكله، ما تاكلش في الزنقه، بالنسبة للعلاقة مع الراجل، بالنسبة للأعصاب، بزاف الحوايج غادي تتفاداهم باش الحمل ديالها تثبت. وكاين النوع الثاني اللي هو الناس خصوصا في القرى، الناس اللي عندهم ولاد بزاف وراه فعلا في القرى، راه مباشرة تتمشي تتأكد واش حاملة، تتعمل شي اختبار، عندهم الطرق ديالهم خطيرة، خصوصا هاد الطريقة اللي غادي نقول لكم باش تعرفوا راسها من الاول، باش تتخلص من الحمل قبل ما تيتكون وقبل ما تدخل في الحرمانية في حرام وحلال وفي دوك المسائل تتخلص منه، لأنه مساكن تيكونوا في التقارب. هذا هو الموضوع ديالنا بالنسبة الاختبارات. معظم الاختبارات ما تتفعلش بالنسبه من الاول، حتى اختبار تاع الصيدليه راه ما تتفعلش في الايام الاولى، خص تتركز هرمون الحمل مزيان في البول. بالنسبه للطرق اخرى باش نقدروا نعرفوا من غير الاختبارات اللي اكيد نقدروا نعرفوا بانه راه كاين واحد التغير في الجسم ديالنا، عندك جوج حوايج ما نزيدوش بهم شي حاجه اخرى، ما باقي كله تيختلف من مره لمره، اللي هما الافرازات. اول حاجه هما الافرازات، السيده تشوف الافرازات ديالها واش تغيرات، الا لقاتها بنيه تعرف راه كاينه شي حاجه، وحراره الجسم، هاد الجوج راه غير متغير عند النساء كاملين. بس التخصيب الا كاين هاد جوج نقاط خص المراه تشك، بالاضافه الى الاختبار اللي غادي نوريكم دركا اللي هو اختبار مؤكد جدا جدا جدا. تنحتاجوا لواحد الكوب اللي يكون بحال هذا الشكل هذا، غير يكون عنده الغطاء ديالو ويكون جديد، اكيد يكون جديد، وواحد البوله اعزكم الله تكون مركزه، يعني تكون تاع الليل كله نازل فيها الهرمون، داك المستوى واخا ضعيف ديال الهرمون يكون نازل فيها، يعني البوله الصباحيه وتعمليها
في هذاك الكوب، وتنحتاجوا لواحد الإبرة تكون جديدة يلا كي جبتيها من البكية، وتكوني غاسله يديك مزيان ومسحاهم باش ما يتفاعلش شي عنصر مع داك البول ومع هذيك الإبرة، وتعمليهم وتسدي دير غطا وتعمليهم في شي بلاكار مظلم 24 ساعة، يعني الصباح الاخر في نفس الوقت غادي تمشي الى لقيتي فيها نقطة واحدة ديال الصدى، نقطة واحدة ديال الصدى عرفي راسك راكي حاملة. عاودي جربي من 3 ايام اخرى غتلقاها تصدات كثر، عاودي جربي غتلقيها تصدات كثر حتى توصل وقت الدورة. هاد المسألة هادي راه مجربة وراه تنجربها شخصيا، ماشي مرة ماشي جوج، وعائليا يعني مؤكدة. تنتمنى نكون فدتكم بشي حاجة، ونكون عند حسن الظن ديالكم. اللي عجبتو هاد المعلومات يعمل لي لايك ويشارك معايا، وشكرا للجميع.